سناجي رافي، انت ايه اللي جابك بدري؟ انت مزوغ من البنك ولا ايه؟ جمال بيه قدمك رافي ديفيدوفيتش، ده اللي مصمم السيستم الامني بتاع بنك اليو ام اي، بس عبقري عبقري عبقري. طيب استاذنك يا هنيه. ازيك يا رافي؟ في على فين؟ يعني خلي السواق يوصلني الشقه، تعبان شويه. طب والغدا؟ معلش مره ثانيه ماليش نفس. طب خليه يوصلك ويرجع لك. بقالك كتير استاذ محمد شغال هنا؟ 7 سنين يا بيه. مبسوط؟ هو في حد ينبسط هنا برضه يا بيه؟ هو احنا ايه اللي رمانا الرميه السودا ديت غير اكل العيش؟ ليك اصحاب؟ كل اللي شغالين في السفاره حبايبي. لا انا اقصد اصحاب من هنا يعني. اسرائيل يعني؟ اعوذ بالله، ربنا يحرجهم. طب ده لما حماس بتعمل عمليه ولا حاجه، ولا حزب الله يفرجع له صاروخ ولا صاروخين، بيبقى قلبي بيتنطط من الفرحه. اصل شوف يا سعاده البيه، الحكومات تقول اللي هي عاوزاه، والسياسيين كمان يعملوا اللي هم عاوزينه، لكن احنا ناس غلابه على الفطره يا بيه، ما ناكلش من الكلام ده واصل. اللي في القلب في القلب يا باشا. ده بقول لي انت ايه رايك في نجيب ايه؟ مالك؟ ما ردتش ليه؟ بصراحه يا سعاده الباشا انا ما نحبوش، وما فيش حد في السفاره كمان يحبه الا سعاده السفير طبعا. ما تعملش في نفسك كده يا رافي، هم الستات كلهم كده. أنا حاسس إن أنا عايش في جحيم يا سناجي. عيالت خلتني أكره حياتي وأتمنى الموت. ده معقول؟ بقى أنت تعمل سيستم للبنك ده كله، مش عارف تعمل سيستم لمراتك؟ دي كتبت فيها تقارير، بلغت عني الشباك يا سناجي. بلغت عنك الأمن العام؟ ليه ده كله؟ ما هو أنا مش فاهم. أنا بعت البنك في سويسرا عايز أشتغل هناك، وهم ردوا عليا موافقين. هي بقى مش عايزة تسيب إسرائيل. الله. تقوم تبلغ عنك اما وليه ناقصه صحيح. انت اللي غلطان عشان ما دبحتش القطه. انت لو كنت دبحت لها القطه كان زمانها بتتمسح تحت رجليه. اي والله. اهلا اهلا دون يوسي. تشتي كافيه؟ لا تودع. انت مي حابس مشي هو؟ ما تساتي يا تو. رافي. ما شلون خايوسي؟ لما أتى يوسف عمها إيش هذي؟ ميزي رجعت الله ويديدي كلامي إيش زيش هربي دي بوريم ويعني ميات لخشد له يوسف إتو لما دايشهم مصري في جم مسلمين. تشمع يوسي أنا ماليش علاقة لا بديانته ولا بجنسيته عشان تبقى فاهم. تشمع رافي، أنا مش جاي أحكيك في السياسة. عيالة أجت عندي المكتب اليوم وقالت لي على كل اللي بتفكر فيه. أنا مرضيتش أستدعيك
جيت لك بود عشان القرابة اللي بيني وبين مرتك. ايه ده مزراحي؟ انت دافن الجمبري جوه الرز؟ وطي صوتك مستر ناجي وكل بسرعة الله يخليك. مش ده يوسف كارني بتاع الشباك اللي واقف مع رفي؟ ايوه. هو الامن العام بيحقق في القهوة الايام دي؟ لا، اصل مستر يوسف كارني ده يبقى قريب ايليت مرات رفي. عشان كده انا بدور على الجمبري مش لاقي. اوعى تكون كلته وانت بتشويه. انا ماليش دعوه، انا ما كنتش يعرف هو طلب رز حط فيه الجمبري من غير انا ما يشوفه. لو سمحت هوها احرايه. لا ما هفهم حضرتك، اصلا كنت طالب سمكه بوري كبيره، فالسمكه البوري كانت واكله جمبري فلقيت فيها الجمبري ده. الراجل معذور هيعمل ايه يعني؟ هيمنع السمك من اكل الجمبري؟ مش ممكن يعني. وبعدين ده راجل متدين